السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحلى مساء على الناس الكويسة وعلى أحلى متابعين وأحلى أخوات. قبل ما نبدأ في أي حاجة ونتكلم في أي حاجة، صلى على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحطوا اللايك لندى، وما تنسوش كمان تدعوا لنا دعوة حلوة كده في الكومنتات من ايديكم العسل دي. وطلب اخير بقى، انت طلباتك كتير يا ندى، طلباتك كتير يا دودة كده. اللي داخل جديد على القناة واول مرة يشوفني، انا ندى محمد ودي قناتي، محتوى قناتي روتين عند الطيور، وجولة كل اسبوع مرة في الاسبوع كده لاسعار جميع انواع الطيور بالسوق. اتمنى تشتركي في قناتي وتنوريني وتنضمي في قناتي الصغننة كده المتواضعة اللي مش هتكبر غير بيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. احلى مسا عليكم مع احلى دخان واحلى بصوا كتمة نفس كده، بصوا الدخان كله جاي ناحيتي انا، الواحد مش قادر يتكلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفين ان بيبقى يوميا عندي قش على السطح، تعالوا عشان هو يبدا يدخن كده لحد ما تلقط وتولع. استنى بس، عيني احمر الدم من الولع، مش قادره اتكلم. يوميا بيبقى عندي، قلت طب وانا ليه؟ على فكره الدخانه دي تمنع اي حاجه وحشه تحصل على السطح من الطيور اللي هي الحشرات اللي بتيجي في الصيف وكده، فقلت مش هيمنع. ان احنا بصوا الخضره اللي هي مطرح الخضره بتاعه الصبح انا كنستها هنا، لان دي مش هتولع، دي علمها في شوال وبنرميها طبعا لبتاع الزباله وكده. اما الحاجات الناشفه ديت، بسم الله الرحمن الرحيم، فدي بتولع. بص الدخانه بقى اللي طالعه دي، ما تقولوش وحشه والطيور ومش الطيور، لا هي حلوه والله لحد ما تستاهل. انت اللي جبته لنفسك، طلعت لقيت هو والفرخه الهندي هيوقف على الخضره، لقيت هما الاثنين فاتحين الباب بتاع العشه اللي كانوا فيها وطالعين بره. من ساعه ما طلع بقى هو على هذا الوضع. طبعا برضو يعني ايه، خدت كنسه هنا بسيطه كده عند الحمام، بصوا اللي هي كنسه ايه، مش بذمه يعني او مش بضمير. هنخش دلوقتي مع بعض ونشوف الحمام. طبعا راجع لكم بفيديو النهارده كده. عايزه اقول لكم ان انا خلاص بدات شغل في مكنه التفريغ بتاعتي لجميع انواع البيض. اللي عنده اي بيض جنبيه او في المدن المجاوره، اي حد قريب وينفع يجيني، انا شغلت المكنه خلاص، ما باخدش فلوس على فكره خالص. اللي هيجيب بيض هيستفسر، هيشوف التعامل هيبقى ازاي. وبالفعل واحده جابت لي بيض رومي، بس بيض الرومي صراحه بص انا ما رضيتش ازعلها مع اني شميت ريحته، بس كمني ما فيش الا هو الوحيد اللي في المكنه. يعني لو كان عندي بيض تاني في قلب المكنه ما كنتش هاخده منها، لانه بصوا 90% بايظ، لان هي قعدت تقول لي الروميه ما رقدتش عليه، وانا اقول لها ازاي يا بنتي ده مطلع ريحه، في ريحه وحشه يعني، في بيض ممشش، في بيض فيهم بايظ. قالت لي لا والله ما رقدتش. قلت لها استحاله، ادام الريحه دي طالعه من البيض يبقى حاجه رقدت عليه. قالت لي والله من الاخر كده يا منور، صراحه هي رقدت عليه، كانت بترقد وتقوم، ترقد يوم وتقوم تاني، يعني ما كانتش مستقره على الرقد. قلت لها رقدت قد ايه؟ قالت لي يومين ثلاثه بس. قلت لها ست زي بعضه، بص لو انا عندي بيض في المكنه، عشان طبعا البيض دوت اي بيض بايظ في المكنه ممكن يضر البيض اللي حواليه. فقلت لها بص انا هقعدهم لك 5 ايام في المكنه، انا لو عندي بيض ما كنتش هاخدهم لان ريحتهم باين جدا. تقول لي مش كلهم والله، اصل في بيض اتبط في الاخر كده. قلت لها خلاص ماشي، عشان بس ما تقعديش تقولي كاني وماني، انا هخليهم لك 5 ايام وافحصهم لك. بعد ال5 ايام لو فيهم هكملك الدوره بتاعتهم في المكنه، ما فيهمش خلاص على كده ابي اخديهم. فطبعا لولا ذلك انا ما كنتش هاخدهم. اي حد عنده بيض يا جماعه متاكد ان هو بايظ، ما يبعتوش لاي حد انا ولا غيري عنده مكنه ولا حاجه زي كده، عشان بيضر باقي البيض اللي في المكنه. انا لولا ان انا ما عنديش بيض لسه وهي كان اول حاجه احطها في المكنه، انا والله ما كنت هاخده منها. بس برضه عشان ما ازعلهاش، لاني قاعده تقول لي طب جربي يا ام نور معلش مش هتخسري حاجه، مش عارفه كاني ماني. قلت لها انا مش هشيلهم على دماغي، هم محطوطين في المكنه، ولولا ان هي فاضيه ما كنتش هاخدهم مني. ودعوا لنا كده ان ربنا يكرمنا من المشروع دوت ووسع رزقنا بيه. بص انا هنا طبعا كان عندي بواقي اكل بيت كده،
حطيتها لهم جوه. نسيت كنت بتكلم فيه. المهم الخلاصة عشان انا صراحة نسيت وصلت معكم لحد فين ونسيت اصلا انا كنت عايزة اقول لكم ايه. المهم انا جبت لهم كده بقول الاكل اللي عندي حطيتها لهم برضو مرنخة عيش. العيش بقى بسيبه اخر حاجة لان ما بيبقى شبع من الخضار وبقول الاكل اللي قدامهم دي. لان انا لو حطيت العيش بصوا اي طير في الدنيا بتعشق العيش جدا جدا يعني زي الفاكهة عندهم كده. فهياكلوا الاول وهيسيبوا الخضار والحاجة دي قدامهم كده لما تنشأ. فبحط لهم انا بقى لو في بواقي بيت ولا حاجه زي كده بحطها الاول ان شاء الله. اللهم بارك. طبعا الفرخه الهندي والديك خلاص احنا هنسيبهم كده شويه لان هي كده كده صراحه لسه قيستها لسه العظميتين ما فتحوش اول البيض. فقلت خلاص سيبيها شويه كده بره واول ما الاقيها خلاص كده هتتقل وتبدا تعبي بيض كده ان شاء الله وفتحت للبيض هدخلها في قلب العشه. المهم الخلاصه بتاع المكنه احنا بدانا فيها شغل خلاص. باركولنا كده ودعنا ربنا يبارك لنا فيها. ولو اي حد عنده بيض مخصب بتاع اي نوع طيور وبيبيعه يتواصل معايا. اي حد عنده بيض بتاع اي نوع طيور مخصب يتواصل معايا بس يكون بيض مش معوق عنده مش مخزنه. لان انا كلمت كذا حد كده كنت هجيب بيض فراخ هندي وبيض فراخ بزرمي. الهندي قالت لي طبعا بقاله اسبوع ده كان عادي جدا ينفع عادي اجيبه. اما البزرمي قالت لي بقاله 16 يوم. طب ازاي بقاله 16 يوم؟ قلت لها لا مش هينفع 16 يوم وفي الحر دوت. صراحة قلقت. وهي لما لقيتني بقى بص لما لقيت اللي قدامها كده واحدة فاهمة وبتسأل قالت لي لا لا اصل انا شايلاه في التلاجة. طب شايلاه في التلاجة ازاي؟ هي حبت تستعبطني بقى يعني ايه قالت لك عبيطة اضحك عليها بكلمتين ولا حاجة ولا شايلاه في التلاجة احفظه. قلت لها طب شايلاه في التلاجة ازاي؟ قالت لي حطاها في الرف بتاع التلاجة عادي يعني عشان ما يبص. قلت لها طب اولا كده حفظك للتلاجة غلط. ثانيا انا حاسه من كلامك بص بصراحه انا ما بحبش اللف والدوران كده. قلت انا حاسه من كلامك ان انت ان انت ما حطوش في ثلاجه وبعدين 16 يوم كتير قوي يا ست الرقم معاكي. ولو سمحت ليك الفرصه ان انت اي بيض بالاسبوع مش بال 16 يوم يعني ده معدي الاسبوعين تواصلي معايا. اصلا كده كده هي ما كانتش من جنبي هنا يعني كنت مشوار برضه عشان اروح اجيب البيض. قلت لها لا حرام لما مشوار واكلف نفسي مشوار وتعب ومجهود وفي الاخر اروح اجيب البيض احط في الفقاسه ويطلع بايظ فحرام يعني هخسر فلوس واخسر وقت واخسر مجهود واخسر كتير يعني حق البيض والمشوار والتكلفه والكلام ده كله. يلا صليتوا بينا على الحبيب المصطفى. صلينا بينا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. بس يا جدع عشان ما تعورتش بصوا الحمام اول ما شايفني ماسكه الكلفه اهي قلبان بقى قلبان هيحصل على السطح في العيش. يلا انا جايبه لهم ب10 جنيه بس لان هكمل اخر النهار كده هدق لهم عيش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص انا كنس اللي هي الكنسه هي اللي من غير ضمير بقى تعرفين الحاجه اللي هي من غير ضمير اللي انت ايه انا كنست عملت اللي عليا بس عشان ما اشيلش ذنبهم ان انا كنست الكله ما كنستش ليهم فانا عملت كده معاهم هم. هنا يجي ياكل من هنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم تعرفين ان انا اصلا والله بحب اخش عند الحمام وهو جعان يعني بصوا العشه بيبقى فيها بصوا انتعاش كده وحركه وفرط حركه كتير كده الواحد بستمتع انا بالمناظر دي والله عكس ما اخش الاقيهم كده شبعانين احط الكلفه ولا في دماغهم كده ولا عاملين لي اي قيمه خالص. يغدي يغدي يغدي
الله اكبر الله اكبر، عسل عسل عسل. صدق ما تزغزغوا، بتزغزغوني على فكره، ما بتوصلوا لليد بتزغزغوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حاج عطاري وعقامي وطهار يا ست الكل. ايوه كده بصوا، دول ب10 جنيه بس، هحطهم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. ان شاء الله اللهم بارك. عايز اقول لكم ان انا شلت الزغلول من امبارح ونسيته في قلب السلاكة، انا لسه حاطاه من شويه كده، يعني انا طالعه بقالي 3 ساعات كده. اول ما طلعت دقت لهم حبه عيش صغننين، الحمام كله وخلاص على كده. بفتح السلكه كده لقيت الزغلول، نهار ابيض يا حبيبي، انا نساك من امبارح. فحطيت، قلت بقى خلاص هخش بقى هلاقي الزغلول التاني وصل لحجمه بقى. لقيته صغنن زي ما هو. فالنهارده مش هعمل كده، لان صراحه الزغلول اللي شلته من امبارح ده جعان قوي قوي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبيه يا جود سيبيه. الناس اللي بتقول لي هاتي انواع حمام من الغاليه، هاتي الحمام الارضي، هجيب الحمام الارضي غالي، الزغاليل هتتباع غاليه. وفي السوق اللي احنا بنبيع فيه او المنطقه اللي احنا فيها، بصوا عايز اقول لكم ان هم بيخفصوا بالحاجه الارض. يعني انا كنت السوق اللي فات ومش عارفه السوق اللي قبله، لقيتنا حد هو فرد واحد بس ارضي، والله كنت هجيبه بس رجعت. طبعا كانت معايا اختي، قالت لي يا ست مش هده. احنا بنجيب الزغاليل البلدي بنبيعها، بيطلعوا عنينه وبتبقى ب 130 وب 140 وب 120 وبياخدوها ب 190 يعني عندي اختي دي بتبيع زغاليل على طول، لما يبقى عندها بتريح دماغها بقى تروح الصبح معاها 3 جواز 4 جواز بتبيعهم بقى للتجار وتريح دماغها. تقول لك ال 40 جنيه اللي انا سبتها او ال 30 جنيه اللي انا سبتها مثلا في 3 جواز يا ست بوقفتي طول النهار وبالمناهده مع ده ومع ده. فالناس اللي عندنا هنا مش هتقدر غير لما تكوني مثلا قايله لكذا حد كده، والناس بقى بتفهم في الاكل وناس بتحب تشتري وتدفع بقى في الحاجه. تكوني يعني انت لو عندك جوزين مثلا ولا حاجه ارضيه، تبقي متابعه حد مثلا او حد متابعك. يا ام نور لو عندك ابعتي، يا ام نور لو عندك ابعتي. اما في ناس بعيد عنكم كده، بصوا بيخفصوا بالحاجه الارض، بيكرهوكم ان انتوا اصلا بتربوا، كرهوكم في التربيه. قومي يا جود انزل اغسل ايديك ورجلك وانزل عشان الدخان ده. طب قوم. اغسل ايديك ورجلك ووشك الناحية التانية وانزل. وطلع حافية يا جودي.
الناس اللي بتقول لي في كل يوم قولي على ميعاد البث بتاعك يا ندى. والله يا جماعه بصوا، ميعاد البث اصلا بتاعي لو اليوم ما نزلتش فيه فيديو اعرفوا ان البث الساعه 9 9 ونص بالكتير قوي. اما اليوم لو نزل فيه فيديو فممكن اتاخر، لان انا لو نزلت فيديو بعدها بساعه او ساعتين فتحت بس ما بديش للفيديو حقه او وقته ان هو يجيب مشاهدات، فبعوق شويه. يعني اليوم اللي هتلاقوني افتح فيه بس ومنزله فيه فيديو، يا اما منزله الفيديو بدري يا اما بتاخر شويه في البث. طبعا كده كده الناس الصاحيه او السهرانه كده كده بتبقى قاعده سهرانه على تليفونها، يعني التليفون في ايدها، لو عامله لي اشتراك هيجي لك الاشعار على طول وقت ما هفتح بس. ربنا يوسع رزقنا ورزقكم كده ان شاء الله. بص انا لسه فاكره تعليق واحده برضو، والله بص انت عارفه كل ما اجي افتكر تعليقك ما افتكروش الا اكون سحبت ثلاث ارباع الفيديو كده، عشان كانت قالت لي انا يا ندى انا عايزه جدوى باسعار والربح وكل حاجه لدوره فراخ بلدي. انا والله ما افتكرت الا دلوقتي، لو فتحت بس بمشيئه الرحمن ممكن اكلمك فيه. بص انا قاعده كده في وش الولعه هتبدا تطفي اهيت، وهنبدا نتنفخ من الدخان. طبعا دي كربون، بص دي كويس كربون فين. تعالوا بقى نشوف البطتين العسليات، البطاية العسل. استنى نقلب دي الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. نجيب لهم بس العلق. مش قادرة افتح عيني. اصبروا. البطاية الحمد لله كانت محتاجة دعم نفسي، بس نقول لها انت عسل، انت شاطرة، انت سكر، وتبقى زي الفل. يا راحت فين؟ بص بقى الكتكوت الرومي اللي هو كنا مجبسين رجله ويا ولي اهو. بص انا شايفة ان رجلي اتعدلت اهو، شايفين لما اديته مجال كده يوم ان هو يفك ويتظبط، بس حاسه ان الرجل اليمين كده اتظبطت، اما الشمال حاسه فيها اعوجاج بسيط قوي قوي قوي. اهي اهو بصوا، فممكن بصوا مش عارفه والله اعمل تاني ولا ما اعملش. اهو بصوا رجليها استنى رايكم في الكومنتات، ولو قلت لي يا ندى جبسي له رجل تاني هجبس، مع ان والله مش عارفه احس قوي كده. اهو هو ده اهو شايفين، والله فعلا في نتيجه يمكن 90% كمان، يعني الناحيه دي اتعدلت خالص، اما التانية فلا. انا هجيب اللزق واعمل له دلوقتي رجليه عشان تتعدل قوي بقى، ادام في نتيجه هيبقى نظبط الدنيا كده.
السمانه دي جيت امبارح كنت عايزه امسكها وعايزه ادخلها مع السمان، ما رضتش والله، قلت خليها بقى شويه مع دول. منورين يا رجاله، انتوا زعلانين مني طبعا عشان عوقت عليكم صح؟ اصبر بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بصوا عند الأرنبة، بقالها يومين على كده، بقالها يومين على هذا الوضع. بصوا الكيس مكان اهو، نفتح لكم الفلاش، الكيس مكان اهو، مفيش ولده ولا في اي حاجه، بس بينكشوا اهو، ناكشين وشادين الريش كله والقش، مطلعينه من قلب الازازه كده. الناس اللي بتقولي ندى انت بطلتي تربية أرانب ليه؟ ما بطلتش والله يا جماعة، الأرانب عندي ايه، بس كمني مفيش ولدة جديدة، مفيش حاجة تفرحني كده وتفرحكم، فيعني الكاميرا كانت بعيدة عنهم الأيام اللي فاتت، فهم موجودين والحمد لله. أنا من عشاق تربية الحمام، فيعني تربية الأرانب، فمتهيألي أمر صعب إن أنا أستغنى عنهم يعني بكل سهولة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة عندي العيش اللي أنا مرنخاه، مشي بقى، عندي ده كيس العلاج اللي عندي، حط لهم منه على الأكل. بصوا العيش عندي لو مترنخ، اللي هو بصوا ناشف مفهوش ميه اهو، ما بحتاجش رده فيه. خدوا خدوا، بس مش بقول لكم بيعشقوا العيش، فلو نزلته هو الاول هيسيبوا باقي الاكل، فهو كده الصواني خلصت قدامهم والاكل اللي انا كنت حاطاه خلص، ما فيش الا الخضره، الخضره كده كده بيبقى حاجه جانبيه كده، بس بهالهم ينقنقوا فيها بقى بعد ما الاكل ده بيخلص. اه بصوا لما بيبقى كده، يا سلام بقى، بصوا لو في وقت والله ايه لما بمسك شويه خضره بخرطهم عليهم. البطاطا طبعا بس حطها لهم واكلينها. بصوا تحسوا ان هم متاقلمين مع بعض كده الاثنين، الديك والفرخه، ولما قعدوا مع بعض كذا يوم تحس ان هم بيقول لها ايه، انت مراتي وانا جوزك، احنا انا ماليش دعوه بالقبيله الثانيه دي. بصوا يعني تحس ان هو وهي واخدين وضعهم كده مع بعض. تعالوا نحط الفرختين الهندي دول ونختم معاكم بقى الفيديو النهارده، عشان تقريبا كده من التصوير فصل مني كذا مره، فحاليا قدامي 20 دقيقة، فمش عارفة بقى
الفيديو هيتحصل على كام دقيقة عشان ما نطولش الفيديو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دول عايزين مية لان انا شايلة المية من قدامهم. اه هجيب لكم دلوقتي عشان نختم الفيديو. طبعا بعد ما اختم الفيديو ولسه الوز اللي عندي جوه والبط اللي جوه، وهلم بقى الكنسة تحت دي واطفي الولعة، يعني بقى ما يغركمش بقى النص ساعة اللي انتوا شايفينها دي قبل وبعد، يبقى في قبل وبعد. انا طبعا من الفيديو ده بسلم على تيتا ام وليد، حبيبتي 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 حبيبتي، تسلملي. بصوا من الناس اللي هي العسل، السكر، كلمتني. انا عايزه اقول لكم ان المكالمه يعني طول المكالمه دعوات 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 دعوات. قلت ايه ده، ايه العسل والسكر ده، معقوله في ناس كده؟ حبيبتي يسلم لي عمرك وتسلم لي صحتك، وربنا يبارك لك في اولادك وصحتك. انت مشرفاني طبعا على القناه، واموريني اي حاجه انت عايزاها، اموري بنتك هي من عين شمس. بص ما يغركيش المكان، شويه خضره ما شاء الله. انتوا كنتوا مستنين الخضره ولا مستنين الميه؟ مش فاهمه. فهي من الناس المحترمه جدا يا جماعه، والله احلى اخوات واحلى محبه واحلى ناس حلوه كده، قلوبها صافيه وبتدعي من قلبها وتصاحب من قلبها. فربنا ما يحرمني منكم ولا تحرم منكم ابدا. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد وروتين جديد مع احلى طيور واحلى متابعين، في رعايه الله، مع السلامه.